تهورا جدا. شفتي هالفستان اللي لابسته؟ علينا ننسى. يبعت لحمش ولابق له، يعني رح ياكل منا شقفة مو هي؟ قولي ما. ولا هالمكياج اللي حاططه تقولي مرسوم رسم؟ لا، وقال بهالحلقة رح تنقتل روزاورا. مو روزاورا اللي رح تنقتل؟ إنما أنا الأول لتصحيح الخبر. لكن مين؟ ألبيرتو؟ غدا. يا حرام. سوف نعود. والله ناوي أزعل عليه بس يبقى. يا ريتك ما قلتي لي. يلا ستي ماشي الحال. يلا على الحالتين رح أقدر. سأكف عن إزعاجك كاساندرا. ستتحرري. بتصدقي امبارح لما لويس أكل كف من جوكستا كأني أنا اللي انضربت؟ يعني قد ما انقهرت عليه زعلت من جوات قلبي. تعرفوا كما يحلو لك. ايه مثل ما عم قلتي. ضليت معكره كل السهره. انت تروحي. وجوزي عجز ليعرف شبني، ما في فايده. ضليت عابسه وبارمه بوزي وعقتي بوشي شبرين. ايه بس معي حق ازعلها. لكن قليله شب حليوه مثل هاد ينضرب كيف؟ لا مو بس انا اللي زعلت، كل نسوان البنايه زعلوا. شلون؟ لا جوزي ما عم يتابعه. قال شو؟ ما عجبه. اسمع دخيلك، بس بدي افهم شو يلي بيعجبه. على كل حال وينك؟ يلا احسن بلا ما يقعد يبصبص لي على جوكستا كل يوم وينلحس عقله فيها هو الثاني. ماشي الحال، الي حديث معك بعدين بس تخلص الحلقه. يلا خاطرك. خلصينا فريحه، رح نتاخر. ايه طول بالك لتخلص جوكستا. هلا كل يوم على هالمنوال؟ كل يوم بدك تعطلي حالك بهالوقت مشان جوكستا؟ اما هي سمعه والله. بعدين وينك؟ شغله طويله، مو 15 حلقه مثل المسلسلات العربيه، هدول 190 حلقه، يعني 190 يوم ورا بعضهم البعض. ايش شو شايفني عم تابع كل الحلقات انا؟ بس هالحلقه بالذات حلوه كثير وبدي تابعها. وشو عرفك انه حلوه؟ جارتنا لينا شافتها من يومين من الام بي سي وقال انه روزاريو رح يقتل البرتو ورح يتهموا جوكستا بالجريمه. لا حول ولا قوه الا بالله. لك شو صار لهالبلد ما بعرف. صار في عنا موضه اسمها جوكستا. النسوان بالاستقبالات عم تحكي بجوكستا. الرجال بالمناسبات عم يتغزلوا بجوكستا. المسؤولين الكبار بالاجتماعات السياسية ما لهم سيرة إلا جوكستا. ومو بس هيك، نص منتجات البلد صار اسمها جوكستا. المحارم، أفوة الأطفال، العلكة، المصاص، البوزة، البوشار، كلهم اسمهم جوكستا. ولك حتى دواليب البسكليتات طلع منها ماركة اسمها جوكستا. هذا غير المحلات والمطاعم والفنادق والكافيتريات يلي سموها جوكستا، او اريضة جوكستا ان شاء الله، ما بقى غير يسموا شوارع باسمها. يعني تقولي ما عنا حلوات بالبلد؟ اي صدقيني بيطلع عنا اكثر من 1000 وحدة احلى منا. اي والله والله الصبايا عنا مثل زر الورد، لك مثل برعم القرنفل، بس هيك الناس عنا دغري بتتاخد وبتنبرع، خلاص كلهم برع بجوكستا. بعدين ما في شيء زايد، ها؟ كله مكياج ولبس وإضاءة، خدع يعني خدع. هلا أنت ليش مزعوج من هالقصة؟ لك يا عيني طبعاً بدي انزعج، لأنه كل شيء زاد عن حده بينقص. أول شيء المسلسل عادي كتير وكله مطمطة وحواراته مكررة وطويلة ومملة كمان. ثاني شيء إخراجه أقل من عادي وتصويره بالغرف وبالبيوت. يعني لو كان شيء مسلسل أجنبي عليه القيمة من هالمسلسلات المبهرة مثل دلاس، مثل الجزور، مثل شوكازولو، داينسيتي، كنا سكتنا. بس ما في شيء بيستاهل. يعني هالمسلسل ما بيزيد ولا بينقص عن الروايات العاطفية هي يلي بتنباع على الأرصفة للمراهقين والمراهقات. عبير. هلا ليش عم تنفخ قلبي؟ كل شغله بتعمل لها ايدين ورجلين انت، يعني كانه حدا ضربك على ايدك وقال لك تابع المسلسل، يا اخي ما عجبك لا تتابعه، بس عيرنا صوتك لتخلص الحلقه اذا بتريد. سيبداون بالبحث في الجزر. امرك وهي سكتنا، تابعي على كيفك. افضل يبدو من هناك لانه سفيد كان يعمل في احدى الجزر. بس بتعرفي؟ لا لا لا، شعبنا ذكي وحربو وبيعرف من اين تؤكل الكتيف. شلون يعني؟ يعني عرفوا كيف يستغلوا شعبية جوكستا ويستفيدوا منها. يعني في ناس قطعت العملة قطع من وراء الشغلة ونحن قاعدين عم نتفرج. بقى ليش أنا ما بستفيد من جوكستا مثل ما استفاد منها غيري؟ شلون بقى؟ بدك تسمي مكتبك باسمها يعني؟ لا بس عم فكر بشغلة أهم من هيك بكتير.
بخير استاذ سعيد، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو معلم؟ لغيت عرض الازياء تبع الخميس الجاي. ايه لغيته، بس نحن حاجزين الصاله، دافعين رعبون. انا اتفقت مع صاحب الصاله انه نلغي العرض ورجع لي نص الرعبون. شلون بقى؟ تعال لك تعال. ايه سيدي، وتكاليف الاعلام؟ معلش يا عامر، هيك خساره بسيطه ما راح تاثر علينا ابدا، ومستعد اخسر اكثر من هيك كمان حتى غني الموالي اللي براسي، وبدي غنيه برواق. موال؟ انا موال. هلا بدي اسالك سؤال، عارضات الازياء يلي عنا فيك تسميهم عارضات ازياء بالمعنى الصحيح للكلمه؟ هو صحيح مو كل هالقد هن، واشكالهم نصها غلط، بس يعني عم يمشوا الحال. ما بدي تمشايت حال، انا ناوي اعمل عرض تحكي فيه البلد كلها. حاجتنا بقى حاجه تسكيج، هلا صار لازم نقب ونطلع على وش الدنيا ونعيش مثل الخلق. اما انا مجهز لك عرض، مو حي العرض ابدا، سرعه فنيه حقيقيه، فيك تقول قنبله الموسم، ضربه العمر، مفاجاه القرن. شو هالعرض سعيد بيه؟ اكيد محضر شغله مهمه. مهمه وبس؟ انا عم جهز لعرض راح تشترك فيه نجمه عالميه من برا. شو هالحكي؟ ومنو هالنجمه؟ المس إيلين. ايه امبارح اتصلت فيها على المكسيك واتفقت معها على كل شيء، وبعد اسبوع راح تشهد البلد اهم عرض ازياء بتاريخ الحديث. بقى يا عامر بدي تجهز لي حالك، لانه نحن راح ندخل التاريخ الفني ومن بابه الواسع كمان. عفوا سعيد بيك، بس انا ما سمعت باسم هيك عارضه. معك حق ما تعرفها، كل الناس ما بتعرف اسمها الحقيقي، بتعرف جوكاستا وبس. جوكاستا؟ ايه نعم، جوكاستا. جوكاستا بطلة المسلسل يلي دوخ البلد وهستر الشعب وعذب المراهقين ولوع المراهقات وشطط ريالة الختايرة. جوكاستا يلي غلت أسعار التلفزيونات والدشات ورخصت أسعار الفيديوهات. جوكاستا اللي صارت أشهر من زنوبيا وسميرة ميس وكيلوبترا رح تجي بجلالة قدرها لهون على البلد. بقى متخيل أنت شو رح يصير بالبلد يا عامر؟ يا لطيف، فعلاً ضربة معلم، وقبلت تجي؟ وليش لحتى ما تقبل طالما وافقت على كل الشروطة؟ أكيد طلبت بلاوي. أسيدي البلاوي مو شي قدام البلاوي الزرقاء يلي رح نطالعها. فعلاً معك حق، لازم نستثمر وجودها بهالبلد بكل الوسائل. بس على فكرة الصالة صغيرة ما تكفي، بدنا مكان أوسع. طبعاً، لأنه أكيد رح يصير زحف جماهيري شعبي واسع لرؤية التحفة النادرة. بس المشكلة ما في أكبر من هالصالة بالبلد؟ لا في. وين؟ الملعب البلدي. الملعب البلدي؟ برافو عليك جبتها. قوم اتصل لي بهيئة الرياضة والشباب حتى أحكي معهم. بس قلتك بيقبلوا يأجرونا الملعب؟ يا سيدي لما بيسمعوا باسم جوكاستا ما راح يقولوا لا. ليش بهيئة الرياضة والشباب؟ بيعرفوا جوكاستا كمان؟ لكن بيعرفوها أكثر من ستيفي جراف ونادية كومنتشي وغادة شعاع. بتصدقي انه اجتني عروض من كل اوتيلات البلد الكبيره لاستضافه جوكاستا مجانا؟ اوف، وليش لينزلوها ببلاش؟ هيك نوع من الدعايه للاوتيل، لا تخافي عليهم بيحسبوها منيح. وانت وين ناوي تنزلها؟ انا راح اترك لها حريه الاختيار، وطالما شغلي ببلاش وين ما بدها تنزل شو بتفرق معي انا؟ بقى شفتي بشاير الخير يا فريحه؟ أنو بشاير اللي عم تحكي عنها؟ هي لسه ما وصلت ووفرنا أجور إقامتها. لا ومو بس هيك، كمان رح نوفر أجور كل المواصلات. ها، وشلون رح توفروا؟ كمان شركات تأجير السيارات عرضوا علينا أحدث السيارات ليحطوها تحت تصرف جوكاستا ومجانا. إيه، الله يوفق. جوكاستا
pleasure to see you indeed. Thank you. All that for me? Really? Come in, please. Come in. I can't believe it. Signora Giocasta! I'm coming! Momento, signor! Giocasta, Giocasta, Giocasta! Welcome, Giocasta! What are you doing? Thank you, thank you, thank you! How are you feeling here? Very lovely, very lovely! Thank you very much! What are you doing in Damascus, Giocasta? I'm very happy, thank you! I'm very happy, thank you. Very nice people, thank you. معليش، على كل حال أنت اشرف لي بنفسك على راحتها وخلي الصحفيين ينصفوا. ماشي. على عيني. يلا ماشي. سينيورا جوكاستا. سينيورا جوكاستا، بليز كم. Signora Giocasta, welcome to our country. Thank you. Thank you very much. How did you see the people here? Marvelous. It's incredible. I can't believe what I see. سمعت شو قالت؟ قال ما عم تصدق اللي شافته بعيونها، ولسه ما شافت شيء، يعني إذا ما بتمشي وراها مظاهرة بالطريق، ما بيكون اسمي سعيد. Oh, thank you, thank you. What kind of coffee is this? Arabian coffee. Very nice. Oh. بس حلوة الدرسانة ها؟ يعني بتستاهل يمشي الواحد وراها طول عمره. بقى شلون شايف أنت؟ لك شي بيمزح العقل. Thank you. Please, I want to go to the hotel to get some rest and relaxing. Yeah, yeah, of course. عامر الله يرضى عليك، روح خد على الأوتيل وفرق لي هالحشود اللي برا، حاجة. طيب وإذا ما بعدوا، شو بنعمل؟ والله بيني وبينك هو لازم ندبر شوية قنابل مثيرة للدموع، بيلزمونا بهالوقت، ما بدنا أمنوا شرطة. مساء الخير. مساء النور وين؟ نعم. عاش مين شافك؟ ولا مين لقى أحبابه ولا أصحابه؟ مين قصدك يعني؟ مين يعني؟ الست جوكستا يلي لزقت فيها ليل نهار وما عاد تركتها. بعلمي ما عجبك المسلسل اللي طلعت فيه متعلي، هلا صرت من معجبينها وانصارها؟ ولك يا حبيبتي هذا شغل، شغل بزنس از بزنس. ايه شغل ما اختلفنا، بس ضروري تلزق فيها ليل نهار 24 ساعة ل 24 ساعة. هلا فريحة، أنت غيرانة منها؟ ايه لا، إذا من هي ما غرت، من مين بدي غار لكان؟ من سامية حسني ولا من هالة جزائري؟ ايه جارنا أبو صبحي عمره 80 سنة ونلوق حركه لما شافها. بقى كيف انت؟ صدقيني يا فريحة ما عم بقدر اترك المكتب ولا ساعة. وليش بقى؟ اتصالات ومواعيد وحجوزات ودوخة دوخة يعني دوخة إلى أول ما لا آخر شو الحكي؟ وانت شو دخلك بهالشغلة؟ إن شاء الله عم تشتغل لي سكرتير للست جوكاستا. مو قصة سكرتير بس لازم كون بصورة كل شيء. الله وكيلك تليفوني ما عم يهدى. الوزير الفلاني بده يعزمها على الغداء. المسؤول العلتاني عامل حفلة استقبال على شرفها، وهذا بده يعرفها على مرته وأولاده، وهذا بده يعمل له برنامج سياحة على حسابه، وهذا كله غير رجال الأعمال والشخصيات الكبيرة بالبلد، وكله بيقول لك لازم نقوم بواجبها، لازم نعطي صورة حلوة عن بلدنا، لازم تاخذ انطباع طيب عن شعبنا، وبينطروا لي محاضرة طويلة عريضة عن سمعة البلد وحسن الضيافة والواجب الوطني، وعم قل لك كله صار وطني وبيغار على سمعة البلد قدام جوكاستا. يعني والله شغلة منيحة، جوكاستا خلتهم يشعروا بوطنيتهم.
مو انت جبت لحالك وجعة هالراس؟ مزبوط وجعة راس، بس وجعة راس لذيذة ومفيدة يعني. يعني منه منضب شوية مصاري ومنه منتعرف على كل هالناس، لا تقولي يمكن هالناس هي تفيدنا بالمستقبل. وايمتى العرض؟ خلصونا هالشغلة بقى. يمكن الملعب البلدي ما يسع، مشان هيك رح نعمل عرضين او ثلاثة، لأنه الناس يلي حجزت بدها ثلاث ملاعب قد الملعب البلدي. ايه يا القلبة وقلبك. عفاد يا عفاد عفاد، ليش عم تعيط؟ لك على جوكاستا حاملة جملة بسنة حمدية. شو هالحكي؟ ايه والله يا ماهر، دير بالك على المحل وراح اتفرج على جوكاستا. انا رايح معكم. خدني معك معلم. يا ابو عزاد يا ابو عزاد، ايوه مشان اتفرج على جوكاستا نازع عن حمدية. بتحكي جد؟ دير بالك على المحل يا بي. ايه انا عيني. هلا طالما رح يحضر الافتتاح مسؤولين كبار ووزراء وشخصيات كبيرة وأعضاء من البعثات الدبلوماسية وممثلين عن هيئات ونقابات البلد، معقول ما يكون موجود سفير المكسيك؟ فصاع على النسوة، لك شلون فاتتنا هالقصة عامر؟ المفروض يكون سفير المكسيك أول المدعوين للافتتاح. منيح اللي نبهتني لهالشي. والله ما أحلى بكرة يضرب الحفلة من السفرة التانيين وهو ما يكون مدعو. مو من شان شي، بس بنت برده هي يعني بيفرح فيها خير الله. بعدين بيني وبينك بجوز بالمكسيك ما يصح له يشوفها شخصي، بقى هلا عنده فرصه ليتعرف عليها هون. معك حق، لانه شعبيتها بالمكسيك قد هون على 100 مره. طبعا اذا هون تسكر سوق الحمديه والحريقه لما مرقت فيهم وتعرقل السير بساحه الامويين 3 ساعات لانه طلعت اشاعه انها رح تمرق من هنيك، بقى كيف بالمكسيك؟ إلك أنا عمي، هي اسمها نجومية، هي هيك النجومية يا عمرها ما تكون. وين رقم السفارة؟ طب لي يا ألو؟ تفضل. ألو، ألو مرحبا سنيور. يا أهلا وسهلا، ممكن أحكي مع سعادة السفير بالله؟ أنا سعيد اليخشي، منتج فني ومتعهد حفلات. عم يسألني شو الموضوع؟ اشرح له يا. سي سنيور، بتحكي عربي؟ بتحكي عربي مو هيك؟ عظيم سنيور، أنا مستضيف المس إيلين بطلة مسلسل جوكاستا. نعم، مستضيفة بالبلد وحابب أدعي سعادة السفير لافتتاح عروض الأزياء. إيه يعني باعتبارها نجمة مكسيكية. إيه أنا معك، رح يبلغ سعادة السفير. أكيد السفير رح يطير عقله لما بيسمع بهالدعوة. إيه طبعاً. أيوة معك أنا. نعم. هو لك هالحكي؟ أيوة. طيب مع السلامة. خير شو قال؟ اعتذر السفير عن الدعوة. أوف، وليش لا يعتذر؟ قال هالممثلة يلي طاير عقلكم فيها إيه؟ ببلادها ما حدا سمعان فيها ومو قايمينها من أرضها. معقول؟ إيه؟ يعني إذا ببلادها مو معروفة، ليش نحن عم نطبل لها ونزمر لها لكان؟